في محافظة صعدة تتعرض مديرية منبه الحدودية كغيرها من مناطق الجمهورية إلى عدوان وحصار طال كل شيء، دمر البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة على مدى عام، حتى أصبحت المديرية محرومة ومعزولة عن العالم. يعاني أبناء مديرية منبه العزلة والحرمان الذي فرضه العدوان السعودي الأمريكي، وعلى مدى عام دمر فيها الكباري والجسور وقطع الطريق ونسف شبكات الاتصالات المختلفة. الخطوط مقطعة وحالتنا مبهذلة. سلمون ضرب الدراكترات وضرب الشيولات وضرب كل شيء، ما خلى لنا شيء. وذي الحين يصلكم مواد ما غذائية؟ يصل شيء، ما يصل شيء، كل شيء مقطع، والأدوية؟ نبه والأغذية والأدوية وكل شيء. المرضى نحملهم على كتافنا لين نوصل المقطع. مقطوعين من المواد الغذائية، لا وصلنا شيء والله، ونبغى الخط يفتتح. وهذا الدركترات فتحوا الخط وضربه السعودي الملعون. ضمن الزيارات التفقدية لمدير مديرية منبه صالح سلمان، اطلع على عدد من العزل والقرى وما تعانيه من تدهور في الوضع الصحي وانقطاع الطريق واحتياجات المديرية المعزولة والمحرومة بفعل العدوان والحصار. ورغم التهدئة وعملية وقف إطلاق النار، إلا أنه ما زالت طائرات العدوان تحلق بسماء المديرية وتلقي بالقنابل الصوتية. نحن اليوم نزلنا إلى مديرية منبه نزول ميداني لتفقد أوضاع الناس والخط العام، وهذا أبناء المديرية يعانون كما تشوفون المعاناة مأساوية. فنناشد الجهات المعنية والمسؤولين بأن نزول الميداني والنظرة الكريمة لأبناء هذه المديرية الذين يعانون من أبسط المقومات. لن نستطيع أن نوصل المواد الغذائية بسبب انقطاع الخط، ونناشد المسؤولين أن يعجلوا بفتح الخط لإيصال، نستطيع أن نوصل المساعدات الغذائية. مأساة مأساة، ما المأساة مأساة من قبل العدوان، هذا مأساة. وحتى الأدوية الآن ما عاد نوجدها بسبب الحصار، ما عاد نوجد الأدوية اللازمة لكي نعالج الأطفال، وبالذات الأطفال اللي هم أكثر عرضة للأمراض. وبعدين بسبب الضرب في تتكون أمراض اللي هي يحصل تركيب في المواد الكيميائية على هذه المنتجات النباتية، بيحصل لهم تسمم بسبب الضرب. عقبت شوذان معضلة ومشكلة يعاني منها 60,000 نسمة من سكان مديرية منبه، والتي شن عليها العدوان أكثر من 70 غارة جوية خلال العام المنصرم لينهي معالم الطريق. ويحتاج المسافر إلى منبه محطتين، الأولى رأس العقبة والثانية أسفل العقبة، ليقطع ما بينهما مشيا على الأقدام. مديرية منبه تفتقد إلى أبسط المقومات، ويناشدون الجهات المعنية للتدخل السريع والعاجل. لقناة اليمن، من اليمن عيسى عاطف، محافظة صعدة.